مش انا عرفت لك طريق زهره؟ ما انا قلت لك قبل كده يا حاج، انا هنا في مصر. لا يا حبيبي مش في مصر، زهره في فرنسا. قال ايه؟ زهره طلعت في فرنسا. في فرنسا؟ فين في فرنسا؟ الواد فوزي ابن اللئيمه ده مرضيش يديني عنوانها، لكن لما خدت وديت معاه عرفت انها فاتحه مكتب استيراد وتصدير في فرنسا. يا حاج يا حاج، ابوس ايدك، ريح دماغك من الموال ده بقى، خلينا نركز في شغلنا. انت مش بتاخد مرتبك عشان بتشتغل عندي؟ يا حاج باخد مرتبي بس، يعني مفيش بس، انا اللي حدد لك تشتغل ايه. ماشي يا حاج، بس انا يعني كان قصدي انك انت ما تسمعش كلام الواد العبان ده اللي اسمه فوزي. يعني ايه يا حاج؟ فوزي ده كذاب ولا يمكن هيقول لك زهره فين. انت ناسي يا حاج انه المحامي بتاعها، ومش بس المحامي بتاعها، لا ده متربي معاها كمان، ومش بعيد يكونوا راضعين على بعض. اسره يعني انت مش عايز تسافر؟ هي الحكايه شحطتها ومصاريف وخلاص يا حاج. يا حاج ابصم لك بالعشره ان زهره هنا في مصر. مصر؟ طب اذا كان على قولك ده هتبقى فين في مصر؟ اكيد هتظهر يا حاج، وانا بقى هقول لك على الطريقه اللي تخليها تيجي لغايه عندك وتبوس ايدك عشان ترضى عليها. هي مش زهره يا حاج، ليها شغل هنا في مصر. خلاص نضربها في السوق ونخليها ما تسواش مليم. وانت قادر انك تعمل الحكايه دي يا حاج، ويا ما عملتها قبل كده مع ناس تانيين كانوا وقفوا قصادك في السوق. معقول مش هتقدر على واحدة زي زهرة دي لسه عضمها طاري في السوق؟ يا ابن الجنية عفارم عليك يالا. بس بشرط يا حاج، عشان تعرف تلعب معاها كويس لازم تماين مع الجماعيات. مستحيل. عارف يعني ايه مستحيل؟ كل الاولاد الابالسة دول يا حاج، يا حاج صدقني هم دول اللي ممكن يلعبوا معاك كويس يا حاج، ويعملوا لك اللي انت عايزه. الناس واصلين يا حاج وانت عارف كده كويس، وفي ايديهم انهم يرفعوا ناس لسبع سما وينزلوا ناس لسبع ارض. طيب يا منتصر اديني فرصة افكر. مش محتاجة، مش محتاجة تفكير يا حاج، صدقني انا عايز مصلحتك يا حاج. انت ناسي انهم دخلوني السجن؟ مش هم، مش هم يا حاج اللي دخلوك السجن، ناس تانية بينافسوك. هي الحكاية؟ هو سوق بقى ميدان حرب؟ يا طول عمر البيزنس كده يا حاج، اللي مسنون هو اللي شغله بيمشي. والله قلت يا حاج. انا قلت لك يا منتصر سيبنا فكر. زهرة، يا حبايبي انا عايز افهم بقى، انا صحيت من النوم ما لقيتش حد فيكم، كنتوا فين؟ انت مش لقيت الفطار جاهز؟ فطار ايه؟ بقول لك انت كنت فين؟ كنت بفرج نوال على شرم الشيخ يا حبيبي. بتفرج على شرم الشيخ ايه؟ انا زهقت من شرم الشيخ، احنا هنفضل قاعدين هنا لحد امتى؟ ايه رايك لو مسافر اليومين دولت لحد ما الفرج يهدى عننا شويه؟ طب وشغلك يا باشمهندس؟ ما انا قلت لها ان انا هطلب نقلي لاي فرع في الشركه بره مصر. طب وشغلك انت كمان؟ لا عادي ننقله، ما انا قبل كده اشتغلت بره في بيروت. هو ده الكلام؟ يبقى انا هنزل مصر ارتب كل حاجه. هنتغدى هنا ولا بره ولا ايه؟ لا بره يا حبيبي، عايزين نفسح نوال. انت هتسافري بجد ولا ايه؟ طبعا لا، انا عايزه بس ينزل مصر كام يوم كده عشان اعرف ادور على ماجد براحتي. مش عايزه اقول لك بيسمع سيرته من هنا بيتعفرت. معاه حق، ما هو لو ظهر ماجد هتبقى مشكله. المهم ان احنا نلاقيه الاول وبعد كده بقى نشوف المشاكل ديت. عايزه الصراحه يا زهره، انا لغايه دلوقتي مش قادره اقتنع ان اللي شفتيه ده ماجد، لكن انا عايزه اريحك. ايه رايك انزل اشوف حجز دلوقتي واخلص الموضوع ده كله؟ وحشتيني يا زهره، وحشتيني قوي يا بنتي. ده هشوفك امتى بقى؟ على فكره انا نسيت اقولك ان خليل كان عندي وعايز يعرف عنوانك باي طريقه.
قال ايه الحاج فرج؟ قال له لو جبت لي عنوانها هدي لك فلوس كتير قوي. لا 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 ما تخافيش يا بنتي. ايوه قلت له ما اعرفش هي فين. انا لو مش متاكده ان الفرج مراقبك انت والعيال كنت بعت جبتكم والله العظيم. العيال وحشوني قوي يما، بس همني والنبي بقولك ايه، اوعي تفتحي باب الفيلا لحد غير لما بتوع الامن يقولوا لك الاول. ايوه ولو عوزتي اي فلوس كلمي فوزي وهو هيجيبها لك. انا كويسه اطمني يما. يلا مع السلامه حبيبتي. ماجد افندم، انت مش فاكرني؟ اه طبعا طبعا فاكرك. مش حضرتك كنت تعبانه على البيتش؟ بس الحمد لله انا شايف انك خفيتي بقيتي احسن. عن اذنك ماجد. يا ظن اتاكدت اني مش هو ولا طلعك عشان تتجوزيه؟ يلا اروح وارجع عليك، نسيت الموضوع ده خالص. انا مش هتاخر. مع السلامه. انا يا دوب هخلص موضوع النقل ده وارجع لك تاني. ما تنساش اوعى تخلي فرج يشوفك احسن، بعدين يراقبك ويعرف مكانك فين. دي بتكلمي عيل صغير ولا ايه؟ انا عارف كل حاجه لوحدي. يلا. لا اله الا الله يا حبيبي. سيدنا محمد رسول الله. عليك. ايه يا ماما؟ ليه يا حبيبي كده؟ انت مالكش ام تسال عليها؟ يا ماما مش شغل العسل انا المده دي كلها ولسه راجع تاني. راجع تاني ازاي يعني؟ وشغلك؟ هو شغل ايه؟ الموضوع كبر قوي قوي قوي. موضوع ايه ده اللي كبر؟ جوزها اللي فات عايزها ترجع تاني لعصمته. هو مش جوزها اللي فات ده مات؟ جوزها اللي فات مات، انا بتكلم على جوزها اللي قبليه الحاج فرج تاجر المخدرات. انت مش قلت لي ان ده كمان اتحبس؟ محكمه النقض حكمت ببراءته، الباشا رفع قضيه وطالب ان هي ترجع تاني لعصمته. وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنسيب له البلد ونسافر بره؟ لا انا مش موافقه على كده. يعني ايه تسيب له البلد؟ يا ماما عايز اعمل ايه؟ الراجل قالب الدنيا علينا، ولو لقانا هيعمل مشاكل كبيره جدا ومش هنخلص. اسمع يا ابني، انا موضوع السفر ده انا مش موافقه عليه. انا ما خلفتكش عشان تبعد عني يا حبيبي. انت ابني الوحيد اللي ماليش غيرك. انت ما تعرفش الكام يوم اللي قضيتهم مع عروستك انا كنت تعبانه قد ايه. حرام عليك. ناقصك انا بقى ماما بقى اعمل ايه يعني؟ تعمل ايه؟ طلقها يا ابني عشان تخلص من المشكله دي. اطلقها ايه يا ماما؟ ده انا ما صدقت اتجوزتها. امال تبعد عني انا يا ابني. ومين قال لك انا هبعد عنك؟ ما انا هاخدك معانا مزه واحنا مسافرين. اسمع بقى يا ابني، ملوش لزوم الشحططه والشحتفه اللي احنا فيها دي. شحططه وشحتفه؟ دي زهره دي عندها فلوس هتخليكي تعيشي بره ملكه. انت ايه اللي جرالك يا ابني؟ انت ما كنتش كده. انت بقى كل كلامك عن الفلوس. خس عليك. امال لو ما كنتش مش محروم من اي حاجه كنت عملت ايه يا فريد؟ مش محروم ايه يا ماما؟ هو انتوا شفتوا فلوس ولا شفتوا عز؟ ده انا ربنا يديني كل ده، زوجة قمر ومعاها فلوس متلتلة واسيبها؟ ده انا بقى عبيط رسمي. Thank you.
هنروح النهارده الاوتيل اللي شفتيه فيه؟ ما انا رحت قبل كده. انا ما فيش حد بالاسم ده. طب ما يمكن غير اسمه. جايز انه هي. بس ماجد بيشتغل طيار. اللي يخليه يشتغل جرسون؟ والله يا زهره الموضوع ده محيرني. ازاي طيار ويشتغل جرسون؟ انت متاكده اللي شفتيه في السوبر ماركت هو اللي شفتيه في الاوتيل؟ خلاص يمكن نلاقيه في الاوتيل النهارده. تفتكر هنا بقى؟ مش عارفة والله يا زهرة، أنا عن نفسي عايزة أتأكد، لازم أشوفه بعناية طبعاً عشان أريحك. ربنا يخليك ليا يا نوال، أنت أحسن صاحبة في الدنيا، زي أختي بالظبط. أنا حتى لغاية هدومي لحد أنت ما تفطري. ها لو تعرفي قد إيه نفسي يطلع ماجد. صباح الفل يا حاج. فل ايه وزفت ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ يو انت يا حاج. انا؟ انت هنا من امتى؟ من امبارح بالليل. امبارح؟ بس انا فاكر اني دخلت الاوضه لوحدي. ما انا ما هنش عليا سيبك تنام لوحدك، قلت اجي اسليك. ومين قال لك بقى ان انا بنام لوحدي؟ امال بتنام مع مين؟ زهره. زهرة بتيجي تنام جنبي. زهرة؟ سلامة عقلك يا حاج، انت فين وزهرة فين؟ مالكيش دعوة انت بالكلام الكبير ده. يلا 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 قومي اتكل على الله واوعي تعملي العملة دي تاني، انت فاهمة؟ دي الترابيزه اللي كنت قاعده عليها اول ما شفته اول مره. يبقى اكيد هيجي لو سمحت. في واحد زميلكو بيشتغل هنا اسمه ماجد. ماجد؟ هو اصلا سوري. لا معناش حد باسمه. بلزمه. اتفضل. عارف امك واختك مش راضيين يبيعوا الشقه ليه؟ ايوه عارف ليه؟ عشان شبعوا وورموا فلوس. هما مين دول اللي شبعوا؟ ده ما بتعبد القرش. امال ليه يا بنت؟ اختك زهره مستخبيه من حاج فرج جوه الشقه دي. تبان عليك عبيطه وهيسته بديعه. صدقني يا خليل هي دي الحقيقه، وما دام هم استخسروا فينا الشقه وبداوا بالغد خلاص روح انت كمان قول للحاج فرج على مكان زهره وخد منه فلوس، وهالفلوس دي تعوضنا تمن الشقه. تستخبى في الشقه ليه؟ فاكراها تشوك سرحان في اللص والكلاب؟ يا بنتي دي واحده صاحبه ملايين، يعني لو جابت مليون واحد بس كده واتغطت بيه محدش هيشوفها. ما هو ده المكان اللي عمره ما هيجي على بال حد. كده بقى لازم اروح اشوف الشقه واتقص واتاكد زهره هناك ولا مش هناك، عشان لو رحت وكدبت على الحاج فرج تاني مش هيرحم ام بديعه. مرضاك ايه؟ لا انا خلصت الشفت بتاعي، هغير هدومي وامشي. يعني المرحوم ما ظهرش؟ كانت بتريقي ولا ايه؟ مش عارفه راح فين. يا بنتي اكيد واحد شبهه. حتى لو واحد شبهه وبيشتغل هنا راح فين بقى دلوقتي؟ انا اللي رايحه. راح فين؟ رايحه التواليت. تيجي معايا؟ لا انا هقعد. بتهيألي هيطلع لك وانت لوحدك. مش يا بنت. ايه
اللي ماشي هناك ده اسمه ايه؟ سمير يا فندم. هو بيشتغل هنا؟ ايوه فندم. بيشتغل هنا من امتى؟ وحضرتك بتسالي ليه؟ لا اصل في واحده صاحبتي متقدم لها وعايز دكتور. هو بيشتغل هنا من فتره قصيره يا فندم. طب ما تعرفش هو كان بيشتغل ايه قبل كده؟ الحقيقه ما اعرفش. طب اشتغل هنا ازاي؟ لا دي حاجه تسالي فيها حضرتك الاداره. اللي انا اعرفه ان هم بيحتاجوا جرسونات في الهاي سيزون، بيشتغلوا شهرين ثلاثه وبيمشوا. طب ما تعرفش هو ساكن فين؟ اتاخرتي ليه كام؟ اصل قابلت واحده صاحبتي بقالي كتير قوي ما شفتهاش، ومصره انها تعزمني على الغدا. هو احنا هنتغدى هنا؟ زي ما يعجبك. انت جوعتي؟ لا بسال بس يعني عشان اظبط معادي مع صاحبتي. على فكرة يا زهرة، الأوتيل اللي احنا رحنا النهاردة عجبني قوي، نفسي انزل فيه من بكرة. طب استني لما فريد يرجع، ولا ناوية تسيبينا بات لوحدي؟ هو هيرجع امتى؟ معرفش، بيقول بكرة هيقعد مع المديرة يتكلم معاها عشان حكاية النقل دي. ولو وافقولي على النقل هتسافري حقيقي؟ والله ما انا عارفة يا نوال، انا عايز الأول بس أتأكد من حكاية ماجد ديت. اللي انا اعرفه ان ماجد كان بيحبك قوي، وبيحبك حب مش عادي كمان. ودي فيها ايه يعني؟ قصدي يعني لو كنت اللي شفتيه ده ماجد كان هيسيبك؟ ما انا قلت كده برضو. طب لو طلع هو ماجد حقيقي هتعملي ايه؟ مش فاهم. هتعملي ايه فريد؟ ساعتها طبعا لازم اسيبه، لاني جوازي منه هيبقى غلط. واللي في بطنك ماله؟ اللي في بطني هتبقى بنته او ابنه. وبعدين الحمد لله انا ما كنتش ماشيه معاه في الحرام، انا كنت مراته على سنه الله ورسوله. انا برضو مقتنعه اللي انت شفتيه ده واحد شبه ماجد. انت مش بتؤمني بالمثل اللي بيقول يخلق من الشبه 40؟ جايز جدا كلامك يكون مظبوط، بس انا في حاجات كتير قوي بتدور جوه دماغي. ايه اللي بيدور في دماغك؟ مش عايزه اشغلك دلوقتي يا نوال، غير لما ادور على الشخص ده واتاكد منه. طب افرضي ما شفناهوش تاني؟ طالما موجود هنا يبقى اكيد هشوفه تاني. Thank you.
صباح الخير. صباح النور. حضرتك تحبي تاخدي شاي ولا قهوه؟ انت اسمك ايه؟ اسمي سمير. مش انت اللي كنت شغال على البيتش؟ انا بشتغل في البيتش بعد ما اخلص شغلي هنا. انت مخلص شغلك الساعه كام؟ حضرتك بتسالي لي؟ اصلا انا كنت عايزاك في موضوع مهم. الموضوع ايه يا فندم؟ لا ده موضوع مهم قوي. انا عارفه دلوقتي انت بتسال نفسك انا اعرفك ولا لا. انا اعرفك، اعرفك كويس قوي. ها قلت لي هتخلص امتى؟ تعرفيني انا بخلص شغلي على الساعه 3 بالليل ولا بالنهار؟ لا بالنهار. عندك مانع اعزمك على الغدا؟ لا ما عنديش مانع طبعا، بس يا ريت ما يكونش هنا في الاوتيل، يكون برا احسن. انا كمان عايزه كده. يلا بقى وفكر بسرعه احنا هنتغدى فين. تحت امرك. عباس انت دايما متكعبل كده. اتفضل يا استاذ خليل. شكرا استاذ خليل. استاذ خليل ايه يا كداب؟ يعني يا اخويا ماشي كده من غير حتى ما تعبرني بكلمه؟ معلش اصل دماغي مش رايقه اليومين دول يعني. طب تعالى كده، تعالى بس هقول لك على حاجه. خد يا عباس، خد قوم كمل الشغل ده وانا جايه لك. اتفضل يا اخويا اتفضل. ايه يا استاذ خليل؟ يعني يا اخويا ما ردتش عليا في موضوعنا. انا سمعت من الست حماتك ان امك واختك مش راضين بالموضوع ده. صح، حماتي ام الهنا كلامها مظبوط مظبوط. انا مش فاهمه هم هيستفيدوا ايه بقفله الشقه كده؟ ما انا بقى النهارده جاي مخصوص عشان الموضوع ده. بقول لك يا كيداوم، انت ما بتشوفيش زهره اختي تيجي اليوم دي خالص؟ ولا بنشوف خلقتها. ولا بتعدي يعني تشقر على الاجزخانه ولا السنتر ولا السوبر ماركت؟ بقى لي اكتر من 15 ما شفتهاش. خلاص بقى اللي عالي عالي يا سي خليل، هتيجي تعمل ايه؟ وبعدين فوزي ونوال مش مخلينها عايزه حاجه. فوزي فانت ما بتشوفيش فوزي برضو يجي هنا خالص؟ كل شويه ينط زي الفرق علوز. ما هم لسه ما سابتش الحته ومش راضيه تسيب الشقه، مع ان عقبال املتك بقى من اصحاب العربيات. بقول لك ايه والنبي يا سي خليل، شوف لنا الموضوع ده. الواد نفسه يتجوز ومش لاقي حته تتويه هو ومراته. خلاص يا كيداهم هشوف الموضوع ده. انا حاسه انت اللي عايزه تتجوزي، بس هرس بس على في دماغي واشوف لك الموضوع ده. سلام. بس خليل الهي يجعل في سكتك بركه وشمعه قايمه. شمعه ايه؟ هو انا رايح سبوع؟ Thank you.
مصر على اسم ماجد؟ لان هو ده اسمك الحقيقي. غريب، ده حتى كان في واحده ست غيرك برضو ندهت لي بنفس الاسم، قالت لي ماجد. يعني انت مش متاكد اسمك ايه؟ انا مش متاكد من اي حاجه. طب ايه السبب؟ مش عارف. طب انت كنت بتشتغل ايه قبل الشغلانه دي؟ صدقيني مش فاكر. امال انت ايه اللي فاكره؟ اللي انا فاكره ان انا فتحت عينيا لقيت نفسي في خيمه واحد بدوي، وعرفت بعدين ان انا كنت مرمي على شط البحر ما بين الحياه والموت، وانهم انقذوني. انا مش فاكر قعدت عندهم قد ايه، بس اللي انا فاكره ان انا اشتغلت معهم بعد ما خفيت. واشتغلت معهم ايه؟ في خدمه السواح اللي كانوا بيعملوا سياحه. ما كانش معاك اي اوراق تثبت شخصيتك؟ لا، ما كانش معايا اي حاجه. اللي انا فاكره ان في واحد منهم سماني اسم بدوي ما عجبنيش، فسميت نفسي سمير، وابتدت الناس حواليا بقى تندهلي بنفس الاسم. هي دي كل حاجه انا فاكرها عن نفسي. يعني انت فاقد الذاكره؟ انت ايه اللي جايبك؟ اقصد يعني انت ما قلتش ان انت جاي. بس انا عبيت عن هناك مفاجأة، وبعدين يعني بصراحة لقيت موضوع النقل ده ياخد وقت، فقلت اجي عشان عارف ان انا بوحشك قوي. بس انا خلاص بقى مش مستعجلة قوي في حكاية النقل دي. يعني ايه؟ مش خايف الحاج فرج يعرف مكاننا؟ هو فرج هيعرف منين مكاننا؟ يعني بلاش اصعب موضوع النقل خلاص؟ لا، مين قال بلاش؟ هو لحد ما نشوف الامور هتروح لحد فين. امور ايه؟ اي امور. انت بتقولي انا مش فاهم حاجه. بصراحه بقى ما بقتش عارفه، اصل مواضيع كترت قوي وما بقتش عارفه هتتحل ازاي. انا مش قادر افتكر اي حاجه عن نفسي، انا ضايع، انا حياتي كلها متلخبطه. ما تفتكرش انك كنت راكب طياره؟ طياره؟ ليه؟ كنت مسافر مثلا، ما الناس كلها بتسافر. صدقيني مش فاكر. طب العرب اللي لقيوه دول ما قالولكش ان في طياره وقعت في وسط البحر؟ لا، ما حدش قال لي حاجه خالص. اكيد هو ده اللي حصل، اكيد ده اللي حصل، والموج هو اللي حدفك بره الشط. معقوله؟ معقوله يكون ده اللي حصل فعلا؟ طب قول لي بقى، انت ناوي تقضي حياتك هنا في شرم الشيخ؟ هروح فين؟ انا معرفش اي مكان تاني. مش فاكر انك عشت في اي حته تانية؟ حته تانية فين يعني؟ القاهره، سوريا، لبنان. ابدا انا مش فاكر اي حاجه خالص. اللي انا عايزه اطمنك ليه ان انا عارفاك كويس. احنا كنا بنحب بعض قبل ما تقع بك الطياره. يعني برضه مصر على حكايه الطياره؟ هو في حاجات كتير قوي هقولها لك يا ماجد. ماجد، ماجد، ايه في ايه؟ مش انت ما تعرفش اسمك؟ انا يا سيدي بقول لك ان اسمك الحقيقي ماجد، بس انا بقى ليا عندك طلب. تحت امرك. مش عايزه اي حد يعرف ان احنا بنتقابل او نعرف بعض، ولو قابلتك واحده وقالت لك يا ماجد قول لها انها غلطانه. ممكن اعرف ليه؟ انا عايزاك تثق فيا، احنا لسه بينا كلام كتير قوي. كلمي مين؟ بكلم نوال، موبايلها مقفول طول النهار. تلاقي عندها رندفو مش عايزه حد يزعجها. نوال عمرها ما خبت عني حاجه. متاكده؟ متاكده. ايه؟ انت تعرف حاجه مخبيها عليا ولا ايه؟ لا يا اختي، وانا اعرف من ايه؟ بس يعني مستغرب، يعني نوال دي ما اتجوزتش ليه كل ده؟
يمكن ما لقيتش الراجل اللي بتحلم بيه. كل ده ما لقيتش الراجل اللي بتحلم بيه؟ ممكن جدا. ما في ستات كتير جدا مع الناس ما اتجوزتش. ايوه تلاقيهم وحشين وشين حد يعبره. وليه ما تقولش ما لقوش اللي يستاهلهم؟ هو الكلام ده فيه تلقيح عليا ولا ايه؟ زوزتي انا هنزل، مش عايزه حاجه؟ لا يا حبيبي انا عايز سلامتك. انت رايح فين؟ مفيش، اصل انا قابلت واحد صاحبي هنا فقال لي يا فريد لازم تعدي عليا ضروري جدا. تيجي معايا؟ لا انا هستنى لما تفتح الموبايل بتاعها عشان اطمن عليها. عايز اقول لك ان انا قلقان عليها جدا. اتصلت في الاوتيل، لا موجوده في الاوضه ولا في الاوتيل كله، مش عارفه راحت فين. يا ربنا يطمنك ان شاء الله. طب يا بيبي تيك كير. باي باي يا حبيبي. قلبي مش متعود يعني امشي. معلش. خدي بالك. باي. يا زوزة. باي حبيبي. حظنا المهبب يعني، رحت على الفاضي زي ما رحت زي ما جيت. رحت لقيت هناك البيت بيصفر، مفيش صريخ ابن يومين بالظبط كده، بيت الرعب. هتكون راحت فين دي يا ربي؟ ما انا لو جاوبت على السؤال ده اكسب 30,000 جنيه يا اختي بديعه جرضاحي. لا كده بقى انت بتلف وتدور يا خليل. بقول لك ايه، 30,000 جنيه اللي بتتكلم عنهم انا قاري الاعلام بنفسي اللي منزله الحاج فرج، قايل المكافأة 50,000 جنيه للي يرشد عنها. أيوة مش لما أقبض الأول. وهتفضل قاعد لي كده تندب حظك زي الولاية؟ مش أنا اللي أندب حظي، أنا هقوم أغير الحجر. نواب. يا بنت كنت فين الصبح؟ خير يا باشمهندس، في حاجة؟ لا مفيش، بس أصل زهرة كانت بتتصل بيكي تليفونك أوف. يظهر الشحن خلص وانا نسيت الشحن فوق. سلمت الشحن ده بتاع نوع؟ لا معلش، اصل انا تعبانه قوي ومحتاجه اطلع اغير هدومي واستريح. هو انت كان معاكي مين النهارده؟ كان معايا مين؟ كانش معايا حد. استعبطي عليا يا نوال، انا شايفك معاكي واحد داخلين الصراحه ولسه الساعه 3. الساعه 3؟ ده واحد معرفه بيشتغل عند عميل عندنا في الشركه. انت متاكده؟ طبعا متاكده. تعالي بس عايزك تعالي. اشربي ايه؟ لا متشكرة مش عايزة حاجة. احسن برضه. ما تيجي نتكلم بصراحة. قصدك ايه؟ قصدي ان انا شفت اللي كان معاكي النهاردة، حتى بالأمارة هو شبه واحد. تحب اقولك شبه مين؟ شبه مين؟ شبه ماجد صاحبي الله يرحمه اللي كان متجوز زهرة. كلامي ده مظبوط ولا ليكي رأي تاني؟ لا طالما بقى بنتكلم بصراحة يبقى كلامك مظبوط. هو ده الجرسون اللي شفناه على البحر؟ ايوه هو. وهي قالت لك ايه عنه؟ زهرة معتقدة انه جوزها مش مجرد شبيه. وانت ايه رأيك؟ زهرة معاها حق. يعني ايه مش فاهم؟ يا باشمهندس اللي شافته زهرة واللي انت شفته معايا ده مش مجرد شبيه ماجد، ده ماجد نفسه. ايه سكت ليه؟ مش مصدقني؟ مش مصدقك ازاي؟ ما انا متاكد ان ده ماجد. امال انا جيت لك هنا ليه؟ امال بتقنعها ليه انه مش ماجد؟ حطي نفسك مكاني، شوفي كميه المشاكل اللي ممكن تحصل لو زهره اتاكدت ان ده ماجد. طب ايه الحل؟ حل في ايديك الفن. في ايديا ازاي؟ مش انت هتقعدي معاها وهتحكي لها على كل حاجه؟ طبعا
امال هي يعني جايباني هنا ليه؟ ده من غير لف ودوران كده انا مش عايزك تجيبي سيره لزهرة. يعني ايه؟ اقول لها ان انا ما قابلتوش؟ بالعكس، انت هتقولي ان انت قابلتيني وتغديتي معاه واتكلمتي معاه كمان، بس عرفتي ايه بقى هو ده اللي هنتفق عليه؟ انا مش فاهمه قصدك ايه يا باشمهندس. معقوله؟ ده انت ام الذكاء كله، ده انت تفهميها وهي طايره كده. ميرسي يا باشمهندس، بس انا بقى هستفيد ايه من ده كله؟ والله انا راجل عملي، يعني كل حاجه بتمنها واللي هتقوليها تقبضي تمنه. موافقه؟